معظمنا بنقابل المشاكل بطريقة عشوائية ومش بنتعامل معاها بحلول منظمة، ودايما او عندنا احنا المشكلة في الشرق الاوسط نوع من ان احنا كلنا بنفتي وكلنا بنقول رأينا في المشكلة بدون ما نلجأ للطرق العلمية السليمة. طب الطبيعي والمفروض نعمل ايه؟ الطبيعي انك انت لو في مشكلة هنبتدي نعمل بحث عن المشكلة. المشكلة دي يا ترى هل هي حصلت قبل كده؟ يعني المشكلة دي حصلت مع في بلاد تاني في اماكن تاني وازاي تم حلها؟ طب هل هي ما حصلتش قبل كده واحنا اول مرة نتعامل معاها؟ طب هنتعامل ازاي؟ هنا يجي دور البحث العلمي. هنا نبدأ مرحلة البحث العلمي اللي بنسمي او بنحط كده قوسين ونكتب البحث العلمي. يبقى البحث العلمي ان انا بشوف المشكلة ايه وابتدي اعمل بحث علمي، مش العكس. احنا كلنا بنبتدي يقول لك انت لو عاوز تعمل بحث علمي بسبب طبعا عاوز اعمل ماجستير، عاوز اعمل دكتوراه، او ان انا بعمل بحث علمي عشان الترقية، او ان انا بعمل دبلومة، او بعمل بحث علمي للمشروع. ايا كان احنا بنعمل البحث العلمي لهدف معين مش لحل المشاكل، لكن البحث العلمي بيتعمل اساسا لحل المشاكل. زي ايه المشاكل دي؟ سواء كانت مشاكل صحية زي كورونا، زي كورونا في مشكلة عندي في علاج معين مش موجود، ببتدي اشوف لي علاج، او العلاج ده مثلا السايد افكت اللي بتاعه ملوش تأثير فأنا عاوز علاج يكون ليه تأثير أقوى، أو عاوز علاج يكون تأثيره فعال أكتر أو بسعره أرخص شوية. في عندي مشكلة مثلا نفسية فابتدي أعالجها، عندي مشكلة في طلبة عاوز أعالجها. ففي مشاكل كتير طبعا بتنوع المجالات المختلفة وتنوع الحياة، وكل مشكلة أو كل ليها طريقة معينة في الحل وليها أسلوب علمي في الحل وقوانين معينة بتنص عليها إزاي نبتدي نتعامل معاها. طبعا عندي المشاكل اللي هي في عندي المشاكل الخاصة، المشاكل الاجتماعية، المشاكل النفسية، المشاكل العلمية، زي مثلا في مجالنا مجال الأسماك. أنا لو عندي مشكلة مثلا في المصايد في المخزون السمكي ولنوع معين من الأسماك قليل مثلا، فأنا بالتالي بشوف المشكلة دي إيه سببها وأبتدي أعمل الطرق العلمية السليمة. البداية زي ما قلت إن أنا أبتدي أبحث عن المشكلة دي، هل هي اتعمل لها أو اتناقشت قبل كده؟ هل في حد ابتدى يشتغل عليها؟ طب هو وصل لنتائج إيه؟ والجزء ده بنسميه إيه؟ ريفيو أرتكل. وبنبتدي نجيب كل حاجة اتعملت عن، يعني مثلا زي كورونا لما حصلت ابتدت الناس تبحث هل الفيروس ده موجود؟ طب ايه كان اسبابه؟ طب الفيروس ده موجود من سنة كام؟ طب كان ليه اسماء تاني؟ طب هو نفس مثلا نوع معين من الفيروس ابتدى يتحور؟ وابتدى تظهر بقى هنا الريفيو ارتكل، وابتدى مين اشتغل عليه، مين اخر ناس اشتغلت عليه، ابتدى تظهر هنا في مشكلة. طب عاوز ابتدى عاوز نحط له بقى علاج، نجمع له مصل، نجمع له علاج يتعامل معاه، ازاي اقوي المناعة وان انا اتغلب عليه. ابتدت تظهر عدد من الابحاث والدراسات. فهنا هو البحث العلمي ان هو بيبتدي يشوف ايه المشكلة في مجال معين، ونبتدي نعمل خطوات البحث العلمي اللي احنا بنتكلم عنه او اللي احنا بنشتغل عليه. طبعا خطوات البحث العلمي زي ما قلت، اول حاجة بعمل مقدمة او باك جراوند او بنسميه ريفيو ارتكل للموضوع، وبنشوف المشكلة دي عبارة عن ايه، هل حد اشتغل عليها، ايه افضل النتائج اللي تم التوصل ليها. طب ما حدش اشتغل عليها، نبتدي بقى احنا نشوف اقرب مثلا مشكلة كانت ليها، اقرب حاجة ليها،
بعد كده لا مفيش حد خالص، ابتدي اعمل بقى الابحاث، ابتدي اول حاجه احط الهدف اللي انا عاوز اصل ليه لحل المشكله دي، بعد كده بشوف الايه الميثودولوجي او الايه المنهج البحثي اللي انا همشي عليه عشان ابدا احقق الاهداف اللي انا حطيتها، وبعد كده ابدا احصل على النتائج بعد عن طريق الايه الطرق اللي انا اتبعتها، سواء الطرق دي طرق عن طريق بحث اللي هو انا بعمل تجربه بصممها، ان انا بجمع عينات، ان انا بحلل عينات معينه، ان انا زي مثلا في الحياه الطبيه ان انا بعملها على حيوانات تجارب في الاول وبعدين بشتغل على السرير او على مرضى حقيقيين وابتدي اجرب عليهم، وطبعا دي ليها شروط، وكل الكلام ده ان شاء الله هنتكلم فيه بخطوه خطوه معانا في الحلقات القادمه باذن الله. فبدايه زي ما نكون عارفين ان بدايه البحث العلمي هو المشكله، وزي ما قلنا ان احنا هنبتدي نتبع الخطوات اللي قلناها، وبعد طبعا ما نخلص الميثودولوجي بتاعتي واخلص التجربه طبعا هحصل على نتائج، بعد النتائج ما حصلت عليها هناقش النتائج، طب دي ليه زايده، دي ليه ناقصه، طب مين اتفق معايا، مين اختلف معايا، المشكله، ابتدي بعد كده طبعا بعد ما حصلت على النتائج ابتدي وحققت الهدف ابتدي اطبقها، اطبق البحث بتاعي ازاي؟ لان انا لما بعمل البحث عشان كده بقول لك ان في تجربه او تجريبي اللي هو على حيوانات تجارب او على سكيل صغير، وبعد كده بطبقه في مراحل على طبيعه، يعني انا مثلا عامل بحث في الاستزراع في اكواريوم صغير، لما اجي اطبقه على مزارع ضخمه بالفدادين، لما انا بعمل مثلا حاجه في الفيلد بطبقها على مواقع معينه، بعد كده بطبقها على المساحات كبيره، فبالتالي ممكن تظهر بعض المشاكل اللي انا بحاول برضو اعالجها واحاول اتغلب عليها في السكيل الكبير، ومن هنا تأتي المتابعة وان انا بتابع وان انا بعمل ريفيو للتقييم للبحث بتاعي، ومن هنا بيأتي ان في ناس تاني بتبتدي تشتغل على تقييم بحثي وتبتدي تحسن فيه، وناس بتبني على البحث بتاعي. طيب واحد يقول لك انا خدت المشكلة وابتديت مفيش حد اشتغل عليها وابتديت اشتغل انا عليها وما لقيتش ليها حل، ما عرفتش اوصل لحاجة، عملت تجربة ونفذت التجربة والتجربة اثبتت ان وصلت لنتيجة سلبية مش ايجابية، في حد ذاتها دي عشان في ناس كتير لازم يطلع نتيجة ايجابية، في حد ذاتها دي نجاح للتجربة، ان انا اثبتت ان التجربة دي اللي انا عملتها بالخطوات دي مش هتطلع نتيجة، فبالتالي ممكن يجي باحث تاني يجرب خطوات مختلفة ويجرب اسلوب مختلف، او ممكن يبص في التجربة بتاعتي والخطوات اللي فيها خطأ معين او يلقى فيها حاجة معينة فيبتدي يصلحها ويبتدي يطور منها وممكن تطلع نتائج، فاحنا كباحثين بنبني على بعض بنكمل بعض، فان انا ما اصلش النتيجة مش حاسس ما وصلتش للنتيجة، ودي المشكلة اللي عندنا في الشرق الاوسط، نقول لك يا عم انا عملت بحث وما وصلش النتيجة وانا لا، ونبتدي في بعض الناس ممكن يعمل في الارقام، لا طبعا سيب النتيجه زي ما طلعت بالظبط، لان دي بتدل على حاجه معينه، في غيرك هيجي يفسرها، في غيرك هيجي يكمل بعدك، واحنا كلنا بنكمل بعض، والمفروض ان الموضوع مش الزامي، عشان كده بره بيقول لك لو انت ما طلعتش بنتيجه فدي بحد ذاتها نتيجه. فاتمنى يكون الحلقه دي عجبتكم، دي مقدمة لبداية حلقاتي عن البحث العلمي، ونتابع مع بعض باقي الحلقات، ولو في أي استفسار أو في أي خطأ ياريت نتابع نكتب في الكومنتات وكلنا بنستفيد من بعض، وشكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وشكرا لاستماعكم.